على مدار تاريخ فريق الكرة بنادي الزمالك توهج عدد كبير من النجوم بالقميص الأبيض خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وحفروا أسماءهم في السجلات الذهبية للمستديرة بالقلعة البيضاء. مدحت مكي كان واحداً من هؤلاء الذين صالوا وجالوا بقميص أبناء الفن والهندسة على مدار سنوات عديدة، حيث انضم لصفوف الناشئين بالنادي في موسم 1978-1979، تم تصعيده للفريق الأول بداية من عام 1982 ليكون فارساً للجبهة اليمنى للبلانكو، حتى اعتزاله اللعبة في عام 1990. مكي هو من قص شريط أهداف الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عام 1984 بشباك الصفاقسي التونسي، ممهداً الطريق لأبناء ميت عقبة لحصد اللقب القاري الأول في تاريخ النادي. واتجه مكي لمجال التدريب عقب اعتزال المستطيل الأخضر، حيث دائماً ما كان يترك بصمات واضحة في قيادته لفرق الناشئين بنادي الزمالك. كذلك خلال أكثر من خطوة تدريبية بالجهاز الفني لأندية هاجر السعودي والمصرية للاتصالات والمصر البورسعيدي والشعلة السعودي، وتولي رئاسة قطاع الناشئين بحرس الحدود وعدة محطات أخرى، ليكون مكي واحداً من نجوم القلعة البيضاء رغم ابتعاده عن الأضواء في الفترة الأخيرة. نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل نجم نادي الزمالك السابق طبعا كابتننا كابتن مدحت مكي. نورنا كابتن. اهلا بيك يا ابو العلا. اهلا بيك يا حبيبي، الله يخليك. الحمد لله والله. لازم بس اقول ان يمكن كابتن مدحت مكي واحد من الناس اللي عدوا عليه اجيال كثيره جدا في نادي الزمالك. انا واحد من الناس اللي عدوا على كابتن مدحت مكي، يعني عدوا يعني تتلمذنا على ايد طبعا كباتننا الكبار، وانا الحقيقه دايما بنتمي وببقى فخور ان يعني منتمي لقطاع ناشئين نادي الزمالك، لان انا عارف فضل ان تطلع في وسط كوكبه من لعبه في نادي الزمالك ونجوم دربوك. كابتن مدحت مكي واحد منهم، كابتن خواجه، كابتن وحيد كامل، كابتن احمد عبد الحليم، مش عايز انسى حد، كابتن نصر ابراهيم، كابتن محمد توفيق، يعني لو قعدت عد كابتن بدر حداد الله يرحمه، كابتن علي شرف، في ناس كثيره جدا جدا مش عايز انسى حد فعلا، كابتن مجدي شلبي، انا لو قعدت اتكلم للصبح مش هنسى حد، كابتن غانم سلطان. فببقى سعيد ان شفنا نجومنا وشفنا ناس علمونا كره القدم وعلمونا نبقى زملكاويه اصلا. فكابتن مدحت مكي الحقيقه واحد من الناس دول. نورنا ابو كباتن. اهلا بيك يا كابتن ابو العلا، ازيك حضرتك؟ تمام الحمد لله والله. انا عارف حضرتك في قطاع الناشئين دلوقتي صح؟ اه، في اللجنه الفنيه مع كابتن بدر حامد وكابتن احمد عبد الحليم. الحمد لله. طيب الاجواء اخبارها ايه؟ طمني كده، عايز اخد حضرتك في بعض الاسئله الفنيات ليها علاقه طبعا كنجم الزمالك سابق في الكوره، لكن كمان عايز اطمن على الناشئين وعلى المستقبل في نادي الزمالك. فناخد الشق الاول بتاع المستقبل عشان حضرتك وجودك في اللجنه الفنيه لقطاع الناشئين نادي الزمالك. احنا الحمد لله عندنا قطاع ناشئين قوي جدا، عندنا لعيبه مميزه جدا، والسنه دي ان شاء الله هتبقى في طفره في قطاع الناشئين. شغالين كويس جدا. اه، من بدايه الموسم بصراحه انا حاسس بتغيير جامد جدا. كابتن بدر حامد رجع من الامارات مسك قطاع الناشئين، فجاب معاه فريق عمل كامل ما شاء الله، ومعاه كابتن ابراهيم صلاح ومعاه كابتن حازم امام طبعا النواب بتوعه، فجاب فريق كامل، فريق يعني اعداد بدني واعداد نفسي، وما شاء الله يعني شغل قوي جدا السنه دي. فان شاء الله هيبان الكلام ده مع بدايه الموسم ان شاء الله. عايز كمان يعني نقول للساده المشاهدين عشان يبان تاثير قطاع الناشئين والتغيير ممكن ياخد وقت قد ايه؟ لا يعني من سنتين لثلاث سنين. اصل الناشئ ده مش ما بيبقاش كون فيكون. ما انا بالظبط كده. بناء عقل، بناء بدني للاعب كره قدم، بناء فكري، بناء شخصيه زملكاويه. بالظبط. لا وبعدين احنا اصلا يعني للاسف احنا كان عندنا مشاكل جامده جدا الفتره اللي فاتت. فالمشاكل دي عشان تتحل هتاخد فتره. حتى الفريق الاول عندنا فيه مشاكل برضه بصراحه. بس ان شاء الله الواحد متوقع يعني ان في خلال سنتين من دلوقتي هنبقى في حته تانية خالص. سواء قطاع الناشئين او الفريق الاول. لو فضلنا بنفس النهج. لو فضلنا بنفس النهج يعني المشاكل بس تتحل. يعني احنا مشكلتنا كلها ان احنا عندنا مشاكل جامده جدا، فنخلص من المشاكل دي هتلاقي طفره جامده جدا، لان فعلا الناس كوادر جامده جدا وناس شغاله شغل جامد من حديد يعني، ولكن للاسف المشاكل اكبر مننا. فان شاء الله المشاكل تتحل، قيد يتفتح. احنا برضو من ضمن مشاكلنا في قطاع الناشئين ان القيد السنه اللي فاتت لغايه اخر وقت القيد ما اتفتحش قبل الدوري ما يبدا، فاضطريت تلعب القوائم الموجوده. احنا في ناس هقول لك حاجه غريبه جدا، كنا اللعيبه اللي ما بتطورش عندنا في قطاع الناشئين خلاص ما يعني احنا اديناك فرصه وبتاع وكده، هو لعيب كويس وكل حاجه، بس ايه اسم نادي الزمالك برضه اسم كبير وانت دايما بتلعب على البطوله، فلازم اللعيب اللي عندك يواكب الكلام ده.
فاللي ما بيتطورش غصب عننا، فبيضطر ان احنا نعمل احلال وتبديل ونجيب حد تاني احسن وكده. بقى لنا سنتين مش عارفين نطور، فهم هم نفس اللعيبه بنحاول نطور منهم بقى هم، تفهمني؟ ولكن هم خامات كويسه وكل حاجه، اللي بيتطور بيكمل، اللي ما بيتطورش بيدور له على حته ثانيه مستوى اقل يعني. بس انت مش ماشي زي كل الانديه، يعني مش عندكش رفاهيه انك تمشي عشان القيد موقوف. لا انت الغريبه بقى اللي انا بقول لك عليها دي، ان احنا مشينا ناس ولما القوائم لما جينا ما فتحناش القيد رجعناهم تاني. انت متخيل؟ بعتنا لهم تاني ارجعوا يا جماعه انتوا موجودين معانا في القايمه ومش عارف ايه، وترجعوا عشان فعشان نكمل. بس احنا في ماتشات كنا بنروح فيها يعني من ضمن المشاكل ان احنا ما عندناش عدد كافي. لفرقه 2009 السنه اللي فاتت كان فيها مشكله كبيره في بدايه الدوري، مش لاقيين 20 لعيب نحطهم في السكور شيت، انت متخيل؟ في بدايه الدوري لغايه ما رجعنا الناس والحمد لله عملنا فرقه والحمد لله مشينا وصلنا حتى يعني لغايه الدور النهائيه يعني. انا حزنت شويه كابتن مدحت ليه؟ لان انا طبعا رغم ان مش الهدف الرئيسي لقطاع الناشئين ياخد بطولات، بس عمري ما استوعب ان نادي الزمالك مثلا يقعد موسم او موسمين ما ياخدش بطولات على مستوى قطاع الناشئين او ولا فرقه. ما انا برضو مستغربه دي بصراحه، بالنسبه لي لغز الالغاز. مش هدفنا البطوله طبعا، هدفنا نعمل لعيبه كويسه وكل حاجه للفريق الاول، ولكن برضو ليه ايه المانع ان احنا يبقى فيه بطوله؟ بقوه الاشياء اصلا الطبيعي ان عندي افضل لعيبه لازم اخد بطوله بالطبيعي. واقول لك بصراحه من افضل اللعيبه اللي موجوده على مستويات قطاع الناشئين موجوده عندنا في نادي الزمالك، انت فاهم؟ هي بس الامكانيات والدنيا تتوفر لهم هتطلع منهم حاجات كويسه جدا جدا. اديك شايف يعني الحمد لله حتى لعيبه منتخب مصر عندنا ما شاء الله، عندنا اربعه خمسه اساسيين في منتخب مصر، انت فاهمني؟ منهم اسامه فيصل، منهم احمد عيد، منهم لا يعني لعيبه كويسه فعلا، لعيبه مبشره. عندنا في القطاع برضو مليان، قطاع مليان عندنا. ان شاء الله السنه دي تبقى حاجه كويسه، بدايه كويسه بالنسبه لنا ان شاء الله يا رب. كابتن مدحت حضرتك عدى عليك الحقيقه اجيال كتيره جدا، انا واحد من الناس اللي يمكن كنت موجود وحضرتك كان يعني كنت موجود وانا في قطاع الناشئين. لا لا وانا اقول لك بصراحه ولا لا والله بجد انا بتشرف ان انا بجد انت كنت واحد من ولادي بجد. لا انا حتى انت في الفريق الاول، بس للاسف يعني انت برضو يعني اتحرفت في الفتره الاخيره، ولكن انت من الناس اللي جد المخلصين جدا، اللي انا مبسوط ان انت عديت عليا يعني مرنتك يعني. ده لينا الشرف والله دايما. اصلا يمكن عشان احد اولاد النادي فانا عارف ابن النادي ده بقصه مختلفه شويه، ممكن الناس تفتكرني ببالغ، لكن يا جماعه لا احنا عشنا تفاصيل كتير قوي، اكل وشرب ويعني قعده وخبرات، وتكلم مع مدربين كباتن كنت بتشوفهم كبار، فالموضوع مش بالبساطه اللي انتوا فاهمينها ان واحد يطلع. وانت بتشتغل بحب والله، بتشوف نادي الزمالك يعني. بنشتغل فعلا بنادي الزمالك بحب ده عمر. اصل انا كمان اتربيت، انت مش واخد بالك، انا اول ما دخلت نادي الزمالك اللي قابلني كابتن علي شرف طبعا الله يرحمه، فحاجه يعني عارف حبيبك يعني ايه زمالك يعني بجد بجد والله العظيم سقانه يعني ايه زمالك وحب الزمالك. كابتن حماد الشرقاوي طبعا، كابتن احمد مصطفى الله يرحمه، الله يرحمه كابتن ربنا يديله الصحه والعافيه، كابتن برجيلا طبعا، فالناس دي مؤثره فينا جامد جدا. فاحنا بنشتغل بجد عايزين نعمل حاجه لنادي الزمالك يعني نطلع اجيال لنادي الزمالك ينتموا للمكان، يبقى في حب الانتماء برضه لنادي الزمالك. انا عايزك تقول لي اجيال يا كابتن عدت عليك، يمكن يعني بدايه مثلا من مين وطلعوا فريق اول، بالذات اللعيبه اللي طلعوا فريق اول؟ لا كتير، انا مرنت طارق السيد، ايمن عبد العزيز، عبد الواحد السيد طبعا اللي هو مدير الكوره دلوقتي، دول من ضمن من اول الفرق اللي انا مسكتها. في ناس كتير عدت عليا يعني دول اللي انا فاكرهم دلوقتي، طبعا سيد حنفي كان جيل كان جيل اجيال كتير جدا من الاجيال، انا بقول لك من الجيل ده اللي بدا معايا يعني فاهمني، عدى عليا بقى اجيال كتير، بس في اللي كمل وفي اللي مشي لعب بره يعني بره النادي. عندنا لعيبه كتير في نادي الزمالك ما شاء الله يعني. كان دايما قطاع ناشئين نادي الزمالك كان دايما لما تيجي تسال عن احسن ناشئين احسن مواهب دايما تلاقيهم في قطاع ناشئين نادي الزمالك. وفعلا وفعلا بجد، لان احنا 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 نادي الزمالك بيمتاز زي ما بيقولوا الفن والهندسه، فاحنا عندنا المهاره شيء مهم جدا انت فاهمني؟ فان شاء الله السنه دي يبقى مهاره زائد بطوله يعني ان شاء الله زائد مكسب يعني ان شاء الله. ايه يا كابتن اصعب المشاكل اللي كانت موجوده واللي انتوا شغالين دلوقتي على حلها سريعا؟ والله في مشاكل خاصه بقطاع الناشئين يعني مشاكل بقالنا فتره كبيره فيها. اولا يعني مش عايز انقل المشاكل الكتير، ولكن بتتحل واحده واحده كويس. او ما عندناش اوضه لبس انت فاكر كابتن ابو العيد، انت كنت فاكر الممر بتاعنا بتاع يعني ما عندناش اوضه لبس، بس عشان بس ممكن اللي يسمعني يعني طبعا مع كل التقدير للساده المشاهدين، بس هنحاول نستوعب مع بعض يعني ايه ما عنديش اوضه لبس. يعني ايه مفيش، انت فاكر بقول لك انا بفكرك بالايام الجميله بتاعتنا، انت كنت بتخش المدرج بتاعنا، فاكر المدرج بتاعنا بتاع نادي الزمالك بتاع الفريق او بتاع الملعب؟ بتاع الملعب طبعا استاذ حلمي زمور. فاكر حاجه جميله؟ انا كنت بخش قطاع الناشئين وانا بلعب في نادي الزمالك تحت 17 سنه، عارف اوضتي، اوض كتير اوض كتير، كل فرقه مكتوب عليها اسم الفريق بتاعها،
فانت بتبقى داخل هو ده الانتماء ليك هويه طبعا. وقدامك كمان كان معانا في نفس المكان الفريق الاول. فانت وانت داخل اوضتك كده شايف اللعيبه الكبيره داخل اوضتها، فانت يعني انت مستقبلا هتبقى كده. فدلوقتي ما بقاش في الكلام ده، بقت العمليه منعزله تماما، ده منفصل عن ده. وبعدين احنا طبعا لنا ملاعب بتاعتنا بتاعت قطاع الناشئين، بس ما عندناش يعني ما عندناش مكان مخصص للعيبه ولا للاجهزه الفنيه ان هي تخش يعني ايه تبقى تقعد فيه تستريح فيه تقلع. عندنا اوض عمر للماتشات، عمر ما حد يتخيل الكلام ده. عندنا اوض للماتشات للمباريات بس، انت فاهمني؟ لكن انا بتكلم في التمرين العادي، انت فاهم؟ كل فرقه يبقى عارفه اوضتها فين، انت اوضتك هنا ودلابك اهو وكل حاجه موجوده، انت فاهمني؟ لكن دلوقتي لا، ما فيش الكلام ده. فلا بس لكن بنعمل على الحل الكلام ده؟ لا، الكابتن بدر شغال عليه كويس جدا السنه دي، شغالين والاداره بتاعت ربنا بتساعد على قد ما تقدر يعني. يعني بس المشاكل عندنا كتير قوي، فدي احنا بنتكلم في البديهيات. اه طبعا البديهيات هتبدا، بس نحل المشاكل الكبيره الاول. يعني هم باصين دلوقتي للمشاكل الكبيره الاول، ترتيب الاولويات يعني. هيبقى في حاجه، ما انا بقول لك في خلال سنتين من دلوقتي يا كابتن ابو العلا ان شاء الله هتبقى الوضع تاني مختلف تماما يعني. في مشاكل تانية كبيرة، أنا مش عايز أصدر مشاكل، أنا عايز أصدر المشاكل اللي إن شاء الله بتتحل. ما أنا المشاكل اللي بقول لك اللي قابلتنا اللي هي برضو عدم القيد، فتح القيد، دي مشكلة كبيرة. ده لسه برضو معاكم لحد دلوقتي؟ أه طبعًا. إحنا لغاية دلوقتي إحنا ما عملناش اختبارات، إحنا النادي الوحيد اللي ما عملناش اختبارات السنة دي. لأن أنا فعلًا لو عملنا اختبارات فأنت المفروض إن أنت هيطلع لك لعيبة عشان تتأيد. هتيجي في الآخر يقول لك لا مفيش قيد، يبقى إحنا سوري يعني مش مصداقية طبعًا. طبعًا مفيش مصداقية، ما إحنا بنضحكش على الناس. أنا عايز بقى يعني السادة المشاهدين اللي بيسمعوني يتخيلوا ان وقف القيد ممكن يوصل لايه؟ يوصل ان مفيش صفقات، مش عارف امشي لعيبه، ده فريق اول وتحت، غرامات. يعني انا كل ما ادفع الصبح كده 200 مليون جنيه يا كابتن انا الحقيقه اتقهر. اصل 200 مليون جنيه لو اتدفعوا في حته مثلا زي قطاع الناشئين انا اعمل لك اطلع لك لعيبه املى بيها فرقه الدوري الممتاز. طبعا لو انا صرفت 200 مليون جنيه على قطاع الناشئين مثلا، طبعا صرفت صرفتهم صح، لان انا برضو كنت ممكن اسمع ان 200 مليون جنيه بيصرفوا غلط. وعلى فكرة ممكن تصرفوا غلط مقصودة، دي برضو من المعلومات اللي هي يعني الواحد لازم يعني ياخد باله منها، لأن مش كل حاجة بتبقى فلوس بس، عقول، فلوس طبعا، كوادر طبعا، رؤية طبعًا، انتماء، إخلاص، عدم إهدار، مال عام. بس أنا نادي الزمالك النادي الوحيد اللي بيمر بحاجات غريبة. يعني أنا أول مرة أسمع نادي الزمالك ما بيعملش. على فكرة أنا واحد من الناس دخلت نادي الزمالك باختبارات وأنا عندي 8 سنين طبعا، يعني استشاريت استمرت اختبارات وتم اختباري وبقيت في قطاع الناشئين انا وزمايلي كلهم اللي كانوا في القطاع. كلنا معظمنا كده، معظمنا كده. فنادي الزمالك محروم ان يعمل اختبارات. اه طبعا مشكله كبيره على فكره. اه طبعا مشكله كبيره. فبقى يعني ايه، وبرده ما كانش عندنا رفاهيه ان انت تشتري لعيبه في الناشئين. يعني في قطاع الناشئين احنا برده بقى لنا فتره معتمدين على اولادنا. ما يعني عايز تطور، شفت لعيب كويس في مكان كويس، عايز زي الانديه كلها، زي كل الانديه. اللي مخلي قطاع الناشئين في انبي مثلا ولا في زد ولا انت فاهمني، ان هم عندهم القدره ان هم يشتروا. انت دلوقتي ما عندكش القدره دي ان انت تشتري في الناشئين، انت فاهمني؟ والله العظيم ده جريمه. طبعا 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 طبعا. انا شايف يعني اللي هتشتريه دلوقتي ب 10 مثلا هتشتريه بعد كده ب 100 في الفريق الاول، انت فاهمني؟ فانت بالنسبه لك طب ما تشتري وتربي عندك وتطلع الطبيعي. حتى تخرج بره مش مشكله، يعني مش لازم يبقى كلهم يلعبوا درجه اولى. لا انت تستثمر الموضوع ده، يبقى عندك قطاع ناشئين قوي، عندك لعيبه كويسه طالعه، اللي مش هياخد دوره في الفريق الاول يروح حته ثانيه. بس انا مش مصدق ان 2024 بتكلم الحاجات دي. وفي نادي ايه؟ وفي نادي ايه؟ نادي قمه. نادي الزمالك نادي قمه. نادي الزمالك احنا يعني بصراحه ربنا احنا فعلا نادي كبير، انا بقول لك صراحه الحمد لله. ويعني بشويه يعني حاجات بسيطه ان شاء الله هتتحل قريب يعني. ده كتر خير النادي اصلا لسه في لعيبه بتطلع. اه طبعا طب لا اقول لك على حاجه، احنا مطلعين السنه دي اكتر من 12 لعيب الفريق الاول، بالرغم من المشاكل دي كلها مطلعين اكتر من 12 لعيب الفريق الاول. فدي حاجه برضو بالنسبه لنا. بقول لحضرتك ده كتر خير الدنيا. احنا شغالين والله العظيم شغالين بجد، انت فاهمني؟ في قطاع الناشئين شغالين بجد، انت فاهمني؟ بس هي المشاكل مشاكل اكبر مننا، هنعمل ايه؟ طيب انا يمكن خدت حضرتك في فكره مشاكل، بس انا اللي ما بيوهش نفسه او ما بيعرفش يعني يغرز راسه في الرمله زي النعامه زي ما بيقولوا عمره ما هيتطور. طبعا انا دايما بحب احط ايدي عشان اواجه، عشان انا الاوان ان لازم الكلام ده يتعدل. اللي بيحب النادي او اللي بيخلص النادي او اللي نفسه بقى يبقى قطاع الناشئين تاني يرجع لعهده ولكل ولاد النادي اللي طلعوا السوبر ستار معظمهم طلعوا من قطاع الناشئين نادي الزمالك. توفر لك فلوس وتبيع لعيبه، ودلوقتي بقى استثمار وصناعه وبقى حفظ ممتلكات النادي بتاعتك وحفظ مقدرات وحفاظ على هويه، قصه كبيره جدا جدا جدا. دي بقى دلوقتي صناعه. طب ف
فنادي الزمالك ما ينفعش 2024 اكون بتكلم في الف ب كوره قدم وبديهيات يعني. بديهيات فعلا. ايه اوضه لبس وايه مش عارف ايه وايه قيد وايه اختباراته يعني ايه اصلا ده في مراكز شباب عندها الكلام ده انت فاهمني؟ ده في انديه سنه اولى وسنه ثانيه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نفتح نادي، طب عايزين اول حاجه نعملها يا جماعه والله احنا عايزين اوضه لبس هنا، عايزين ثلاث اربع ملاعب هنا، عايزين مش عارف القيد ده طبيعي بديهيات البنيه الاساسيه اه البنيه الاساسيه عشان يبقى لعيب كوره. بس انا ان شاء الله متوقع خير يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يهدينا يعني. مش قصده ان هو يقول ان احنا مش ما عندناش الامكانيات دي، هو بس الواحد طبعا حزين جدا جدا جدا، بس عايز اوريكم احنا وصلنا للترهل عامل ازاي او التركه عامله ازاي. فاللي جاي يستلم لو رتب اولوياته يفك قيد ولا يدفع مديونيات ولا يبني نادي ولا لا يبني لا ده كل يوم ملاعب. مشكله جديده كمان، انت مش واخد بالك كل يوم بتصحى على مشكله جديده انت ده. وبعدين في حاجات بقى كمان قدريه يعني، في موضوع مثلا انا اسف يعني احمد فتوح موضوع قدري انت فاهمني، فربنا يستر. اصابه عبد الشافي، اصابه عبد الشافي، الونش مع وقف قيد، مشاكل. انا بقول لك انت بتقابل مشاكل سبحان مش انا مش فاهم سبحانك. اصابه محمد صبحي يعني كل شويه مش عارف يعني ان شاء الله ان شاء الله قريب هتتحل المشاكل دي كلها، ولكن بصراحه ربنا كزملكاويه يعني الواحد حزين. انتوا يا كابتن بقى كنجوم كبار في النادي وقدام، وطبعا انتوا عدى عليكم اجيال كتير، بتتكلموا عن المستقبل ازاي؟ والله احنا الحمد لله، وانا بقول لك احنا عندنا قطاع ناشئين قوي فمفيش قلق، ولكن المشكله بقول لك في ان احنا يتوفر لنا بس الامكانيات اللي تخلينا نبدا نطلع الناس دي زي ما حضرتك بتقول يعني، يحصل توجيه صرف مثلا في القطاع يزيد شويه، لان السنين اللي فاتت بساعات ربنا العمليه كانت مش عايز اقول ضايعه، كانت مهمله تماما يعني. يعني بقول لك ما عندناش رفاهيه ان انت تشتري لعيب كوره في قطاع الناشئين ما عند يعني، ولكن انا شايف المجلس بيشتغل على قد يعني برغم الظروف الصعبه، ولكن ساعات ربنا الناس متعاونه جدا معانا، اذا كان الكابتن حسين السيد ولا الكابتن احمد السنان المسؤولين عن ملف الكوره يعني. لا ساعات ربنا يعني بيحاولوا على قد ما يقدروا يحل لنا مشاكل حتى لو على نفقتهم الخاصه يعني. كابتن حسين السيد انا بسمع ان هو بيدفع من جيبه بقول لك بمنتهى الصراحه. كابتن بدر حامد نفس القصه، فاحنا بنحاول يعني ايه يعني نلم الموضوع على قد ما نقدر، ولكن برضه ما ينفعش ان احنا نبقى عايشين كده. نادي الزمالك ما ينفعش سيستم ونظام طبيعي. في المقابل بقى المنافس بتاعك بتلاقي الدنيا وراح الدنيا جميله انت فاهم، كل حاجه متسهله وكل حاجه امكانيات جامده جدا. احنا لو توفر لنا بس نص الامكانيات دي هنعمل انجاز. الاستقرار طبعا، الاستقرار مهم جدا، لان الحمد لله في استقرار دلوقتي، الناس الحمد لله مستقره، بس المشاكل اللي قبلهم اكبر من اي حاجه، فربنا يوفقهم ان شاء الله ويحل المشاكل دي ان شاء الله. بقول لحضرتك في خلال سنتين انا يعني كان واضح الامور الفتره اللي فاتت كانت واضحه ان احنا يعني الكيرف نازل كده بسرعه جدا، فدلوقتي الناس حتى بيعملوا بس يعني مرحله اللي هي ايه التقاط الانفاس زي ما بيقولوا، وبعدين هنبدا الانطلاقه. اللي قاهرني يا كابتن مدحت ان انت عشان تلتقط انفاسك بس عايز تدفع 2 مليار جنيه. 2 مليار تخيل تدفع 2 مليار جنيه عشان بس اقول يا صباح الخير هبتدي ابني، عايز بقى اديهم 3 4 مرات عشان ابني. في المقابل بقى النادي المنافس داخل له 2 مليار جنيه انت فاهمني، من رعايه من البطولات اللي بياخدها من ما هو النظام التنظيم وال ولكن انا شايف النظام بيتحط من دلوقتي يعني النظام هيبدا يتحط من دلوقتي. اتمنى بس الناس ما تزهقش والناس ما تكلش بسرعه انت فاهمني، لان الضغوط جامده جدا جدا اللي انا شايفه دلوقتي، والناس زعلانه والناس عندها حق وانا معاهم جيت للحق، ولكن برضو هتعمل ايه؟ ان انت تخرج من الكاس بالشكل ده يا كابتن ابو العيلة عمليه صعبه جدا. طبعا انت فاهمني؟ ما خدناش الموضوع مش عايز اقول باحترافيه، لا يعني انا ممكن كان ممكن اضحي بماتشين ثلاثه من ماتشات الدوري اللي هم الاخرانيين في مقابل ان انا الكاس ابداه كويس، لان انا عندي فرصه هايله، لا اما انسحب ما العبش الكاس. يعني دي وجهه نظري انا انت فاهمني؟ لا اما تستعد كويس وتشتغل، انت دخلت بطوله خلاص. دخلتها فنادي الزمالك قدره ان هو بطل، ما ينفعش ان انت تخش تطلع من دور 16 ما ينفعش انت فاهمني، فكان لازم اللعيبه الاساسيه تبقى موجوده في ماتش طلائع الجيش، كان لازم ناخد الموضوع بجديه اكتر من كده. مش عارف الموضوع اتدار ازاي، هو من الواضح ان يعني اشتروا الموسم الجديد يعني رهنوا على الموسم الجديد، بمعنى ان خلاص خد الاجازه المدير الفني، اللعيبه الكبار خدت اجازه، وكمان من الواضح ان كانت فرصه للشباب الصغير مع طبعا بعض التدعيمات القليله انه يلا شقوا طريقكم يعني واشتغلوا، والمفروض كان ده دافع
في حد والله ذاته. والله يا كابتن ابو عيله انا صعبان عليا اللعيبه الصغيرين، جيت الحق الفتره اللي فاتت انت برضو لما تطلع لعيب صغير لازم توجده في يعني مجال كويس يبان فيه يظهر فيه، ما تطلعنيش في وسط مشاكل، ما تطلعنيش في وسط يعني انا كلاعب صغير لما بطلع عايز حد اللي جنبي يسندني، مش انا طالع الناس مستنيين ان انا اسند، انا طالع عندي ايد بس يعني طالع اساعد، انت فاهمني؟ لكن انت تحمله المسؤوليه وبعدين تحمله مسؤوليه الخساره كمان، انت فاهم؟ ده برضه بيعمل له احباط. وبعدين في ناس للاسف اللي انا سمعته بقى ان في ناس هتمشي لمجرد ان احنا مثلا خسرنا ماتش، لا ما تقيمش كده، لا ما ده مش طبيعي يعني. سامع والله اعلم، انا مش عايز اقول لك يعني انت بتقول احنا بنشتري الموسم الجديد صح؟ طب ما تعتذر. تعتذر عن ان انت تلعب الكاس. قد تكون دي الفرصه انك تشوف اللعيبه الشباب، لان احنا شفنا عدد كبير. شفناهم. عمرنا ما شفناه على فكره في نادي الزمالك اللي عدى مره واحده. ما انا بقول لك بس شفناهم في ماتشات الدوري برضه، ما انت لعبت ناس كتير في ماتشات الدوري، وبرضه برضه برضه من ضمن الحاجات الغريبه انا عشان كده بقول لحضرتك، انا لما اجي العب ناشئ ما ينفعش انزل سته سبعه في ماتش واحد. اثنين ثلاثه يعني في كل ما يعني في كل خط مثلا لعيب، بحيث ان اللي جنبه لعيب خبره وتقيل وبتاع هيسنده هيوجهه زي ما احنا طلعنا. انا طلعت في وسط يعني مش عايز اقول لك يعني انا من ضمن الحاجات الجميله اللي حصلت معايا لما طلعت درجه اولى اول ماتش ليا، انا كنت تحت 20 سنه اول ماتش ليا جنبك الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. والله العظيم يا كابتن ابو العلا مش عايز اقول لك اول ماتش ليا ويعني برضه انت عارف مشدود بقى وخايف ايه وبتاع وعايز ابان كويس ومش عارف ايه، راح كابتن ابراهيم يوسف راح جاي راح واخدني والحكم يعني خلاص احنا في الملعب وسابني خالص 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 عشان برضه ما يوترنيش وبتاع، راح جاي في الملعب راح واخدني بالحضن كده قال لي مكي ما تخافش انت لعيب كويس وبتاع وكده وانا جنبك ما تقلقش. مش عايز اقول لك دي اسلجت صدري قد ايه وخلتني الحمد لله يعني هديت. واللعيب الصغير لما يطلع لازم يلاقي حد كده يحتضنه، لازم حد يقف جنبه، انت فاهمني؟ احنا عملنا كده مع معظم اللعيبه اللي طلعت معانا، ولكن انا بقول لك دلوقتي ما ينفعش ترمي سته سبعه في الملعب مره واحده. يعني بترميه في البحر وهو لسه بيتعلم العوم، بتروح ترميه في البحر كده. طبعا مين الشباب يا كابتن؟ طبعا ولادكم كلهم اكيد انتوا عارفينهم وحافظينهم، مين اللي بنسبه كبيره حاسس ان هو هيبقى قريب ومفيد فعلا وممكن في خلال سنه نلاقي تطور كبير في مستواه من الشباب اللي شفناهم فتره؟ محمد السيد لعيب كويس ديفندر. محمد السيد لعيب كويس بس طبعا برضه اتظلم الماتش اللي فات بتاع طلع الجيش، انت بتلعب باك رايت، محمد السيد عمره ما لعب باك رايت، فاهمني؟ ولكن برضه مع ان معانا بقى باك رايت لعيب كويس محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعيب كويس في ماتش لعبه لعب هو نزل الشوط الثاني ماتش البلديه تقريبا ونزل الشوط الثاني في ماتش طلع الجيش، ولكن برضه النتيجه اثرت، انت فاهم؟ بتكسر المعنويات. حسن ابو معاطي برضه باك ليفت كويس، احمد مجدي سيرد باك كويس، في لعيبه كويسه، حازم اسامه لعيب كويس، عمار ياسر اخباره ايه؟ عمار ياسر برضه من الولاد الكويسين بس هو اتظلم من جهه الحق لان هو الراجل حطه برضه في مركز فيرود يعني فيرود هو مش فيرود اصلا، لا يعني الزمالك عشان تلعبه فيرود لازم يبقى حاجه جامده شرس بقى مستوى حاجه تقيله، انت فاهم؟ انت بتحمله مسؤوليه برضه هو لسه اخضر يعني، انت فاهم؟ صح. عندنا اسمع ان ايمن امير انا لسه بلعبش ايمن امير، اسمع ان هو لعيب كويس، لعب شويه برضو من اللعيبه الكويسه، خلي بالك عندنا مؤثر جدا في فرقه 2005 من اللعيبه الكويسه جدا برضو. عندنا في قطاع الناشئين مركز حراسه المرمى برضو الشناوي برضو عمل دور كويس جدا، مع ان اقول لك على حاجه الشناوي ده جاي من بعيد خلي بالك قوي يعني كنا بنسمع الاول عن معاذ وعبد الرحمن نفادي فراح جاي من تحت ده 2004 وهم الاثنين يعني بيلعبوا بقى لهم فتره في 2003 راح جاي مش ناوي بس ده ربنا عايز كده وهو ولد كويس ساعات ربنا وولد محترم بجد يعني فعشان كده ربنا كرمه وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله ان شاء الله ربنا كمان يوفق نفادي ومعاذ يا رب في اللي جاي يا رب يا رب. طيب لو دخلنا بقى كابتن على انتهاء الموسم احنا دخلناه كده عليه في النص لكن لو اتكلمنا بقى شويه عن الموسم الغريب اللي عدى ده كدوري وكتقييم لحضرتك للدوري بشكل عام وما حصل ما حدث السنه دي من ايه نسميها ايه؟ يا مهزله والله العظيم مهزله والله من اسوء المواسم اللي عدت لدرجه ان انا اقول لك على حاجه والله العظيم ثلاثه يا كابتن ماتشات بتتلعب وانا مش عارف النهارده في ماتش ايه انت متخيل الدوري بالنسبه لنا احنا ايام كنا بنلعب كان منتظم انت فاهم تلعب يوم الجمعه معروف انت فاهمني دلوقتي اي هب هزر اي حاجه انت فاهمني وبعدين ايه لا ده احنا هنلعب ده قبل ده ونلعب ده قبل ايه الكلام ده مفيش حاجه اسمها كده في حاجه اسمها دوري محطوط منتظم الماتشات مترتبه يعني انت بتبقى واخد الجدول بتاعك عارف ترتيب الماتشات ايه لكن ما ينفعش تسبق ماتش عن ماتش ما ينفعش يعني النادي الاهلي لعب فاركو مثلا مرتين ورا بعض لعب مش عارف مين مرتين برضه ما ينفعش يعني اقول لحضرتك حاجه برضه ولو اسوء الفروض تحصل مره
انك مثلا تلعب جوله متاخره شويه او بدري شويه عن ميعادها يعني، او تغير ماتش على ماتش، بس تبقى مره مش يبقى ايه، تحس انها اصل انا ادتني احساس بقص ولزق. فعلا وفعلا والله. وموسم بقول لك تحس ان موسم مش عايز اقول استثنائي، لا موسم كارثي كارثي بكل المقاييس. ايه موسم اتلعب 330 ولا 335 يوم؟ في موسم في الدنيا كده؟ الناس هتبدا امتى وتنهي امتى، هتريح امتى عشان الموسم الجديد؟ 300 كام؟ حاجه و30 يوم انا مكتوب كده، بيقول لك دخلنا جينيس. والله العظيم بالرقم ده مفيش دوري في العالم بيحصل فيه كده، احنا بس ال سنه كبيسه كرويه. سنه فعلا بجد كبيسه. اتحاد الكوره بتاعنا يعني مش عايز اتكلم عليهم، ناس محترمين وكل حاجه، ولكن ساعات ربنا مش معقوله كل واحد بالتليفون ياجل ماتش ومعلش عشان خاطري والنبي عشان عندي ماتش في افريقيا وعشان ونرتب ماتش. كمان عندي معلومه، كابتن بيراميدز كسب المصري 4-3 في ضربات الترجيح وكده في النهائي بيراميدز وزد. زد طبعا كسب اسماعيلي 1-0. طبعا بنبارك لزد، طبعا زد عامل انجاز كبير، وبيراميدز برضه فرقه كبيره طبعا سكواد قوي جدا، ولكن كنت اتمنى بصراحه كنت اتمنى المصري لان المصري عنده ظهير جماهيري قوي جدا، ولكن طبعا بيراميدز الاسماعيلي برضو اتغلب طبعا. الاسماعيلي بس يعني اسماعيلي اقول بيعمل بشكل بيعمل فرقه جديده لسه يعني لسه كلها لعيبه صغيره ولسه بيعمل فرقه جديده، لكن المصري لا الفرقه مصر اتفرجت على الشوط لغايه الشوط الثالث قبل ما اخش، لا المصري فرقه جامده جدا. هو وفقا لكاس مصر ده انا حاسس ان مباراه النهارده دي كانت النهائي المبكر. ما انا بقول لك بيراميدز والمصري فعلا نهائي مبكر فعلا. وان جيت للحق بقى، هو كان المفروض الزمالك يبقى طرف في الموضوع، بس لو في مستقر وضع طبيعي، لكن الزمالك واضح ان هو كان واخد كاس مصر بسياسه ثانيه يعني. يعني واضح ان هو بيشتري حاجه، يعني اللي انا فاهمه كده من قرايتي بيشتري الموسم الجديد. هو خلاص قرر انه يشتري الموسم الجديد بلعبته بالتجهيز، باللعيبه تاخد نفس ما يعديش عليهم ال 300 حاجه و30 يوم دي، مش منطقيه بالنسبه لاي مدير فني اجنبي، فهو الراجل فكر فيها بالطريقه دي يعني. نتمنى يكون كده بجد موسم، اشترينا موسم جديد عشان نشوف الموسم اللي جاي. نتمنى القيد يتفتح وتبقى الدنيا ترجع بقى، يرجع نادي الزمالك لوضعه الطبيعي يعني. ان شاء الله. تصورك يا كابتن ايه للموسم الجديد؟ شكل الدوري، التجهيز ليه ازاي، ده على مستوى التنظيم؟ بص انا يعني احنا من الدوريات الكبيره، فما ينفعش يتلعب في شكل الدوري. انا بقول لك بصراحه يعني ما ينفعش يتلعب دوري من دور واحد ولا دوري مجموعتين ولا، انت فاهمني؟ يعني انا بقول لك بصراحه ده وجهه نظر انا، ولكن لازم هتعدي على سنه استثنائيه. انا ما عملتهاش السنه دي او اللي فاتت او اللي قبلها، بس انا سامع ان في حاجه السنه دي هتبقى افضل بكتير من السنين اللي فاتت، ان احنا كاس افريقيا مش هيتلعب في شهر يناير زي ما كان بيتلعب كل سنه، هيتلعب في شهر 7 متهيألي. انت فاهم ده اللي انا سامعه يعني، انت فاهمني؟ فما اعرفش دي حتى دي برضه هتساعد كتير يعني، زي اي بطوله، بطوله اوروبا مثلا ما ينفعش تعمل لي بطوله اوروبا نص الموسم. بس احنا في افريقيا يعني هيبقى فيها ممكن صعوبه في الصيف، مش كل الدول تستحمل تلعب في الصيف يعني، شمال افريقيا تستحمل شويه لكن يعني ده حصل قبل كده في مصر. دي اجنده دوليه يا كابتن ابو العيله، معلش انا اسف يعني. يعني الفرق حتى بتاعت اوروبا في فرق ما بتبعتش اللعيبه بتاعتها. انت فاهمني؟ فانا ابقى دوله مثلا زي مثلا المغرب ولا زي كوت ديفوار ولا زي مصر، محمد صلاح مثلا ما ينفعش ما يجيش بطوله افريقيا، ما ينفعش. انت فاهمني؟ فحطها له في ميعاد كويس بحيث ان هو ما يتعرضش مع شغله مع الدوري الانجليزي. بس انا في اعتقادي كده هتبقى مربوطه كابتن، ان تلعب في دول معينه عشان الجو والطقس يعني. انا عارف، بس هو معظم الدول عندها اضاءه وعندها بالليل وعندها يعني، انت فاهم، يقدروا يلعبوا بالليل بيكون الجو برضه الى حد ما احسن. انت فاهمني؟ يعني مش كلهم، مش هيتلعب بالنهار. افريقيا كلها بتلعب بالليل، ما احنا بنلعب بطوله افريقيا بنلعب في الدول دي، بنلعب ماتشات بالليل وبنلعب، انت فاهمني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، ودي من ضمن الحاجات اللي هتسبب انتظام البطوله يعني، بس اتحاد الكوره يبقى قوي في الموضوع ده شويه، ان انت بقت الحمد لله كل فرقه دلوقتي بتسافر بطياره خاصه، فما بقاش عندك المشكله اللي كانت عندنا احنا. انت فاكر ايامك احنا كمان منها معظم انا مش عايز اقول لك، احنا كنا بننام في المطارات نفس الكلام والله العظيم، وننزل نقعد في كينيا دي. انا مطار كينيا ده يا كابتن، انا بقول لك انا كنت بحلم بيه احلام كتير قوي يعني، خد مني رقاب على حاجه. احنا في مطعم في كينيا كان مطعم هندي، فاهمني؟ كنا كل ما ننزل بننزل حوالي 8 مرات في كينيا دي، فكل ما ننزل او ما ننزل المطار كلنا تاكسي على طول على المطعم ده يعني انت فاهم، زبون بتربي زبون ناكل الراجل ربى زبون هناك. لا واحنا بنقعد في المطار مثلا بحوالي ايه 10 ساعات فبنخرج بس نروح ناكل وبتاع نرجع تاني عشان هنركب الطياره اللي رايحه مش عارف فين، فقصه كانت صعبه. دلوقتي لا، انت بتركب الطياره بتنزل البلد اللي انت رايح تلعب فيها الماتش، فده مش محتاج ان انت تاجله. انت فاهمني؟ يعني انا لو رايح العب في افريقيا هو زي الماتش معروف، الناس بتلعب في اوروبا زي كابتن ابو العيله يعني، الناس بتلعب سبت على سنة هتلعب ثلاث في اوروبا،
بتلعب حد يبقى هتلعب الاربع في اوروبا. الدنيا واضحه، نفس القصه ماشيها كده يعني، مش لوغاريتم يعني، ما فيهاش ايه، مش حاجه صعبه، انت فاهمني. والاجنده الدوليه الحمد لله ان هي اتعملت ثابته على العالم كله، فانت برضه ما عندكش مشكله في دي. الماتشات ان انت بتاعت الدوليه بتاعتك بالنسبه لك معروف الاجنده الدوليه امتى، ودي متحدده في الجدول ان انا في الفتره دي عندي ايقاف عشان عندي اجنده دوليه. ما ينفعش تقول لي معلش هناخد اسبوع بدري شويه عشان ايه اللعيبه تجهز. لا، اللعيبه اللي تجهز، اللعيبه تلعب ماتشات دوري. اهم حاجه بقى ده بالنسبه للتنظيم. طب اهم حاجه بالنسبه للنادي الزمالك كابتن نتفاداها للتحضير للموسم الجديد فنيا بقى، ايه اهم شيء او اهم حتى المراكز؟ لا، عندنا مراكز، محتاجين مراكز مهمه جدا عندنا. عندنا مش عايز اقول حراسه المرمى، ولكن حراسه المرمى برضه لو محمد عواد مش موجود محتاجه تدعيم بمنتهى الصراحه. يعني مش هينفع محمد صبحي يشيل الليله لوحده، هو محمود شناوي لازم معاهم حارس ثالث قوي. عندنا مشكله في الباك رايت لحد ما عمر جابر يعني، لغايه ما هو عمر جابر ساعه ربنا مستواه هيل. الحمد لله دلوقتي هايل، عاجبني جدا دلوقتي، حتى مستغرب ان هو ما اتاخدش منتخب مصر. انا معاك، جيت الحق، ولكن مش هيقدر يشيل الماتشات كلها برضه يعني، خلينا واضحين طبعا. فلازم محتاج حد معاه برضه. فاحنا دلوقتي عاملين، بقول لك الماتش اللي فات اللي لعب محمد السيد، الراجل جوزيه جوميز ده بيلعب محمد شحاته باك رايت. محمد شحاته في نص الملعب لعيب كبير. احمد محمود صح جه من الجونه، ممكن برضو يكون اضافه. احمد محمود لعيب كويس، ولكن هياخد فتره قبل ما يثبت في المكان ده، انت فاهمني. نادي الزمالك يبقى في ظهر عمر جابر يعني، يبقى في ظهر عمر جابر كورقه ممكن، ولكن انا برضو جيت لرايي انا الشخصي، ان انا كنت اتمنى احمد عيد. احمد عيد انا شفته في بطوله اللي هي الاولمبياد قبل الاولمبي طبعا، بصراحه مستوى انا فوجئت، حصل طفره، حصل طفره فعلا في مستواه، لان هو كان موجود عندنا ما كانش كده. راح لعب سنه في انبي وسنه في المصري، فوجئت المستوى مع المنتخب الاولمبي عالي جدا صراحه. ان شاء الله يا رب. طب انا معايا كمان فقره صور يا كابتن، نعرضها مع حضرتك كده ونشوف راي حضرتك ايه، مين الافضل ولا او مين الحقيقه. جبت لي اسمين كابتن عادل المامور وكابتن ايمن طاهر. انا لعبت مع الاثنين على فكره. لا بس كابتن عادل المامور ده قصه ثانيه، ده ليجند. كابتن عادل مامور ده اسطوره. لا 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 حاجه. انا انت كابتن ابو، احنا رحنا ماتشات، انا رحت ماتش صفاقس التونسي. بصراحه الراجل ده انقذنا من هزيمه، من كارثه، كابتن عادل مامور. ورحت وماتش تاني شوتنج ستارز في نيجيريا، خدنا فيه بطوله افريقيا برضه، كابتن عادل مامور هو اللي جاب البطوله، هو اللي جاب البطوله دي بصراحه. فكابتن عادل مامور مع احترامي لكابتن ايمن حبيبي، الاثنين طبعا نجوم كبيره جدا. طبعا طبعا ايمن حبيبي كمان، ايمن طاهر. احنا عامه بنجيب النجوم على طول يعني، هي بس وجهات نظر. بنختار طبعا ما بين باريزي الكره المصريه كابتن هشام يكن وقلب الاسد كابتن مدحت عبد الهادي. طبعا هشام برضه حبيبي ولعب معايا وكده يعني، انا بجد هشام ده من الناس الرجاله جدا، لان هشام لو عرفت قصته وهو معانا في قطاع الناشئين، احنا لعب معانا في الناشئين هشام يكن، فلا لا راجل جدا وخد الموضوع بجد تحدي، فده قصه كفاح جامده جدا هشام يكن. فهشام يكن برضه تمام طبعا، كلهم نجوم فوق راسنا. مع احترامي لمدحت، مدحت من الناس الرجاله قلب طبعا الاسد. طبعا لا لا من الناس الرجاله قوي قوي يعني، من يعني فعلا، وكان سيرد باك لعيب كوره وهداف، هداف هداف بجد. اللي بعديه الغزال ابراهيم يوسف والبرنس اشرف اسمه. اختيارات صعبه قوي بصراحه، الاختيارات صعبه فعلا. اثنين دول برضو من الاساطير بتوع نادي الزمالك ان جيت الحق، ولكن الغزال انت لحقت كابتن ابراهيم يوسف ما لحقتوش انت في لا لحقته ناشئين دربني. لا بس ما لحقتوش لا ما لحقتوش في الاول، لحقت كابتن اسماعيل. لا قصه ثانيه، لا كابتن ابراهيم يوسف قصه ثانيه. هو خفه دم رهيبه، خفه دم غير عاديه. بس اقول لك حاجه، انا كنت بحب الكوره مع كابتن ابراهيم يوسف، تحس ان غزال فعلا والله بجد يعني، الاسم طلع عليه فعلا حاجه جميله، وبعدين بيديك ارتياحيه جامده جدا، ثقه جامده جدا وهو بيلعب جنبك يعني. لا ابراهيم يوسف، كابتن ابراهيم يوسف مع احترامي لكابتن اشرف اسم. شياكه بقى كابتن اشرف اسم ايه، حدث ولا حرج. تيجانا الكره المصريه كابتن اسماعيل يوسف، ودونجا الكره المصريه تامر ابو حميد. برضو الاثنين من الناس المحترمين جدا، بس لا اسماعيل يوسف ضلع قوي جدا. حضرتك واضح انك بتختار الاكبر سنا. لا لا والله لا لا انا بكلمك بمنتهى الصراحه. لا اسماعيل يوسف، لا 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 اسماعيل يوسف طلع معانا اصلا، احنا كنا بنلعب في الفريق الاول، هو طلع معانا فرد نفسه بقوه. الاول لعب سرد باك يعني، لعبوه سرد باك وبعدين لعب في نص الملعب، رجوله غير عاديه. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، طبعا ما لعبتش مع تامر اخويا الصغير يعني، ولكن برضه من الناس الرجاله جدا. طبعا انا لعبت معاه بقى فترات كبيره. لا لا راجل جدا كمان الحقيقه، كل اللي فاتوا نجوم كبار جدا جدا. فانت انت حطيتني في مصدق ان انت بتخيرني. لا الحقيقه اختيارات صعبه. اللي بعديه
كابتن محمد حلمي طبعا كابتننا الكبير برضو واحد الناس اللي ربونا في نادي الزمالك، وطارق حامد الحقيقه يعني الايه بقى القلب النابض اللي على طول بس محمد حلمي برضو طموح كبير. محمد حلمي كان لعيب كبير. لا يعني معلش مع احترامي لطارق حامد، طارق حامد حاجه ما لا لا, لا يعني ما تقدرش تستغنى عنه في نص الملعب، بس محمد حلمي ده حاجه كان قصه كبيره. لا بجد انا اول ما طلعت الدرجه الاولى كان محمد، هو اصغر مني على فكره محمد حلمي، بس هو طلع درجه اولى قبل مني. فانا لما طلعت لقيت محمد حلمي ده، لا ده معلم في نص الملعب، مش حاجه مش سهله يعني. معلم في نص الملعب وشخصيه كمان محترمه جدا جدا طبعا. فانا بقول لك صراحه برضو اختيار صعب، بس محمد حلمي لا انا اختار محمد حلمي طبعا. في صوره بعديها حاجه الحقيقه، اتنين في اللجنه الفنيه معاك بقى وكده، هيبقى في مشكله بالنسبه لك كمان وانت رايح النادي. حبايبي جدا الاثنين، حبايبي جدا يعني كابتن احمد عبد الحليم طبعا كابتننا الكبير، وكابتن احمد عبد اللطيف طبعا كابتننا الكبير. الاثنين بيكلموا الكوره، الاثنين بيمسكوا الكوره حاجه فظيعه الاثنين والله العظيم بجد. بس كابتن احمد حليم برده مش عشان اكبر والله، لا كابتن احمد حليم كان ليه معايا ذكريات جميله جدا في الملعب، وكابتن حماده طبعا. انا انت عارف انا كنت انا وبعض مع حماده في الاوضه كمان في المعسكرات. والله يعني يا اما مع طارق يحيى يا اما محمد عبد اللطيف لان حبيبي يعني. بس كابتن احمد حليم ده قصه كبيره في الكوره. لا برده اختار احمد حليم معلش يا حماده. معانا صور ثانيه. اوبا كابتن جمال عبد الحميد، كابتن مصر في كاس العالم، والعندليب عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك. عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وشخص محترم جدا، وساكن قدامي على طول على فكره في المقطم. في المقطم من سكان المقطم. شخص جميل. بس كابتن جمال عبد الحميد برضو انت برضو لا اللعب معاه كان ممتع. انا لعبت مع كابتن جمال عبد الحميد، وبعدين يعني الحمد لله انا كنت بعمل اوفرات كويس انا وطارق يحيى، فده كان صيطني يعني. جمال عبد الحميد يعني في ماتش احنا بنلعب ماتش المورد السوداني هنا في القاهره في بطوله افريقيا، وبعدين جات لي الكره فبلعبها بالعرض كده، يمكن اول مره ما تطلعش مظبوطه، فراحت معديه من فوق دماغه، فراح جاي ماسكني كده قال لي انا مش مصدق ان انت ما بتلعبهاليش على دماغي بالظبط يعني. فيعني من الناس الجميله جمال عبد الحميد. لا بختار جمال عبد الحميد برضه. طيب اخر صوره معانا. ده ايمانويل امونيكي ده، وده قبليه كوارشي. تمام كوارشي انا لعبت معاه طبعا. لعبت مع كوارشي؟ امال ايه؟ بيقولوا كابتن كان دبابه حاجه فظيعه. ليه؟ لا يا طبعا لعيبه حبيبنا. ما حضرتش ايمانويل؟ اي لا لا خالص. كوارشي كان اللعيبه بتاعتنا يعني حبيبنا اللي في اسماعيلي، اللعيبه بيلعبوا ايامنا يعني. بيقول لي الولد كوارشي ده سايب لنا علامه في الملعب، رجليه في الملعب. اثر في اثر في الملعب الله يرحمه. كان بالنسبه لجيله يا كابتن كان قوي قوي، كان جسمه جداً قوي، كان حاجة يعني فظيعه في حاجه فظيعه. حط له الكوره بس يعني، حط له في المساحه بس ومالكش دعوه، وسيب الباقي على ربنا وعليه يعني. فلا لا كوارشي برضه انا اختار كوارشي. يمكن دي فقره الصور. يمكن والله يا كابتن انا مبسوط جدا، انت حضرتك شرفتني ونورتني. ده انا متشكر جدا يا ابو ليلى والله. انا بجد سعيد ان انا معاك النهارده. انا يعني طلبوني كذا مره هنا في نادي الزمالك، فانا انا انا يعني عايز يبقى الكلام يعني ايه واصل يعني بيننا وبين بعض. فالحمد لله انت من ولادي، وانا سعيد ان انا كنت معاك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك وحضرتك الحقيقه نورتنا وشرفتنا والله. ويمكن للاسف وقتنا خلص سريعا، ان شاء الله بتتكرر تاني ان شاء الله. متشكر جدا يا كابتن مرعي. متشكر منا طبعا كابتن مدحت مكي. دي الفقره الاولى ان شاء الله. نطلع بعد الفاصل معانا الزملكاوي الموهوب زي ما قلت لحضراتكم، يمكن ليه كمان قصه مؤخرا واعلن عن زملكاويته، نجم المقاولين الحالي اللي انتقل، نقول بقى حاليا خلاص انتقل للدوري السعودي، احمد عفيفي. استنونا بعد الفاصل.